بكرو صباح الخير حسيبه اهلا صباح الخير زهور صباح الخير مشاهدينا نهار اليوم اجواء صيفيه وبحر راح يكون نوعا ما هائج بسبب الرياح القويه تعرفها خاصه السواحل الشرقيه وكذلك السواحل الغربيه للبلاد نشوف التفاصيل والبدايه بالتنبيه فيما يخص الملاحه البحريه حيث اكدت مصالح الارصاد الجويه في تنبيه لها من الدرجه الاولى على هبوب رياح قويه بسرعه تصل لغاية غايه كيلومتر في الساعه وعلو امواج يصل لغاية المترين بدايه من الساعة الثالثة بعد زوال اليوم تستمر الرياح في الهبوب لغاية الساعة التاسعة ليلا السواحل المعنية كل من سواحل القالة عنابة سكيكدا جيجر بجاية دلس كذلك سواحل الجزائر العاصمة بوهارون تبع مع بعض السواحل المعنية بوهارون تنس وسواحل مستغانم الحيطة والحذر لكل مستعملي الملاحة البحرية وبذلك ستكون السباحة لنهار اليوم سباحة ممنوعة بسبب الرياح القوية وكذلك الأمواج ستصل إلى غاية المترين. الان مشاهدينا نشوفوا مع بعض خير توزيع الكتل الهوائيه ودرجات الحر ان شاء الله المرتقبه بدايه من يوم غد الاربعاء والى غايه يوم الجمعه ان شاء الله نلاحظوا مع بعض اجواء راح تكون حاره وهذا بدايه من يوم غد على المدن الغربيه والوسطى للبلاد ويرتقب تسجيل ما بين حوالي 39 الى غايه 40 درجه على اغلب المناطق الساحليه الغربيه والوسطى بالنسبه للمدن الداخليه يرتقب ان تصل الى ذروه حوالي 47 درجه قوية. تحت الظل على الخط الرابط بين مدينه معسكر غليزان شلف وسيتي بالعباس فيما يخص المناطق الجنوبيه للبلاد اجواء جد حاره بدرجه حراره قياسيه ما بين 47 حتى 49 درجه مئويه تحت الظل راح على مدينة تندوف تيميمون بني عباس بشار منيعة غردايا ورقلة إنصال حرقان وولاية أدرار الآن مشاهدينا راح نشوف حالة البحر والآخر خلال الأيام المقبلة بداية من يوم غد الأربعاء ولغاية يوم الجمعة إن شاء الله نلاحظ يبقى دائما نوعا ما بحر قليل الاضطراب إلى مضطرب أو هائج محليا وهذا خاصة على السواحل الغربية والوسطى يوم غد الأربعاء لكن إن شاء الله بداية من يوم الخامس وحتى يوم الجمعة سيصبح بحر هادئ وجميل وهذا على طول الشريط الساحلين مع الرياح تكون خاصة يومي الخميس والجمعة رياح ضعيفة سرعتها ما بين 10 حتى 30 كيلومتر في الساعة بالنسبة لاتجاه الموجة نحضر فيها حتكون من شمالية أو من شرقية إلى شمالية شرقية على السواحل الغربية شمالية شرقية على السواحل الوسطى ومن شمالية إلى شمالية غربية إن شاء الله على السواحل الشرقية للبلاد فيما يخص درجة حرارة مياه البحر اللي تهم جميع المصطافين خاصة في هذه الفترة حيكون يبقى دائما أقول بحر دافئ ما بين حوالي 26 حتى 28 درجة إن شاء الله بهذا مشاهدينا السلطة ورقة حول الطقس نعود الآن إلى زهور استكمال بقية الأخبار